صباح النور دكتور فتفت، للاسف لكن بدي اضطر اعد لك الكلام، ما بعرف اذا وصل لك. لا لا وصل لي وصل الكلام، لك الكلام. يعني ماذا تقول يعني؟ اول شيء ما بستغرب الكلام المتدني سياسيا للنائب علي بزمي، لانه فضل مجددا يستعمل اسلوبه الشتائمي المعودين عليه، لانه عنده عجز بالمحاججه السياسيه، وانا ماني مستعد انحدر لهالمستوى من الخطاب السياسي، حاكتفي بهالكلام. انا كل حكيت كلام سياسي، قلت بالمجلس النواب انه نحن اللي وافقوا بمكتب المجلس وقتها على جدول اعمال كان لانه الرئيس بري قال لهم انه الرئيس ميقاتي موافق وما في مشكله دستوريه، تبين انه هالكلام غير دقيق. يبدو هال لما انفضحت هالقصه انزعج زميلنا علي بزي. إذا عنده مشكلة مع الرئيس ميقاتي هذه مشكلة بينه وبينه، ولكن احنا عم نحكي بالسياسة وعم بس نحكي هو حيد الرئيس ميقاتي. دكتور فتفت، هو النائب علي بزي حيد الرئيس ميقاتي وقال انه الرئيس ميقاتي قال انه الرئيس ميقاتي غير رأيه بعدين. ايه كيف بيكون حيده؟ يعني بيكون انه الرئيس ميقاتي ما عنده موقف، هيك عم يقول قصده رئيس النائب علي بزي. بس توجه بالسهام لحضرتك ايضا بمن قال انهم اسيادكم ومعلميكم، قصده ربما الرئيس سعد الحريري. يعني عيب هذا كلام. نحن انا عم بحكي بحجه سياسيه، بيستعملوا هالاسلوب الميليشياوي متعوده عليه حركه امل. لا نحن ما بنعرف نستعمل هذا الاسلوب، ولا بنستعمل اسلوب الشتائم. انا بستعمل المحاججه السياسيه، وقت الواحد يفقد المحاججه السياسيه ببلش يعيط ويسب وكذا، هذا ما بيعني لي انا، هذا الراي العام بيحكم مع كل واحد على اخلاقيته السياسيه وعلى حجته السياسيه. بس شو اللي صار بالمجلس؟ حضرتك كنت تحت، شو اللي صار لو وصل الكلام لهذا المستوى؟ ابدا ما صار شيء. اللي صار اني انا قلت، ما صار شيء اني انا قلت للاعلاميين انه نحن ما فينا نحضر جلسه، لانه اعضاء مكتب المجلس بيعتبروا انه غير موافقين على جدول الاعمال، لانه وقتها الرئيس بري بلغهم انه الرئيس نجيب ميقاتي موافق وما في مشكله دستوريه، وافقوا على الاساس، تبين لهم انه هذا الكلام منه مضبوط بعدين، انه الرئيس ميقاتي ودليل انه ما عم يجي، فهذا ما بني على باطل فهو باطل. فهن طار عقلهم. حتى سالتني احدى الاعلاميات هل هذا تشكيك بمصداقيه الرئيس بري؟ قلت لها ابدا، هذا يمكن صار في سوء تفاهم بينه وبين الرئيس ميقاتي، ربما اعتبروها بانك تشكك بكلام الرئيس بري وكانك يعني تكذب. عفوا هذا الكلام انا قلت، مش عم انا قلت عم اقول صار هيك ولا ما صار هيك. رئيس بري قال لهم الرئيس ميقاتي موافق، تبين الرئيس ميقاتي غير موافق. انا عم برجع بذكر حقائق تاريخيه مش عم سجل، بس واضح جدا انه وقت بيفقدوا الحجه السياسيه دائما بيلجأوا للاسلوب الشتامين. انا ما بعرف استعمل هالاسلوب، يمكن هي نقطه ضعفي بالسياسه، ما للاسف ما عندي اياها. النائب الدكتور احمد فتفت، عضو كتله المستقبل النيابيه، شكرا جزيلا لك على هذه المداخله.